بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 69/1. إطلاق الكلام بالنسبة لغير البنك الإسلامي فضلا عن البنك الإسلامي، لأن المعاملات لا تساق مساقا واحدا ولا يعطى لها حكم واحد. لكن أنا في الواقع مرة سئلت هذا السؤال فأجب بجواب موجز، فقلت البنك الإسلامي لما قيل لي شو رأيك فيه، قلت للسائل شو رأيك في المجتمع الإسلامي، فسكت. فالبنك الإسلامي نابع من هذا المجتمع، فشو بدنا نقول عنه؟ تصديقا لقولك في جماعة الأخ لي بيشتغل في البنك الإسلامي، مشان يبني مبارك فبقول اشتوى ان هي هذا تحسوا اثنين بذبحوا، هذا ذبح حلال والثاني العالم في البلغاري يقول لك جيب لك البلغاري بتباع على الطريق الاسلامي، فكان هذا التفسير. فهي مشكله يعني مع الأسف صارت الأسماء لافتات للدعوة ليس إلا، لما تبحث عن الحقيقة بتلاقي في انحرافات سترت باسم الإسلام. وهذا مع الأسف، أو ما أقول هذا بالضبط، مثله قد أخبر عنه الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث الثابتة عنه، من ذلك حين قال لا يكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها. وكأن هذا الحديث حسب فقهي وفهمي له يعني لم يقله الرسول عليه السلام على سبيل التحديد، أي أن التسمية فقط تتعلق بالخمر، وإنما صدر هذا الكلام من الرسول عليه السلام على سبيل التمثيل، يعني اتيان بمثال مما سيقع في هذه الأمة. وإلا فالأشياء التي غيرت أسماؤها وبقيت حقائقها كما هي كثيرة وكثيرة جدا. فمثلا الملاهي المحرمة تسمى اليوم بالفنون الجميلة، في أجمل من الاسم هذا فنون جميلة؟ وهل أحد ينكر من المسلمين فنون جميلة؟ طبعا لا. لكن دقيق النظر تجد هناك من جملة فنون جميلة الرقص الإفرنجي، رجال ونساء، هذا من جملة فنون جميلة. ثم كما يقال عربية، ما لنا نذهب بكم بعيدا، سألته عن البنك الإسلامي وقلنا والبنوك الأخرى لا يعطى لها حكم مضطرد حسن أو يمين، إنما كل مسألة تعطى لها حكمها. فالآن من الذي يسمي الزيادة الربوية المقطوعة بحرمتها اليوم، من الذي يسميها ربا؟ كلهم بسموها فائدة. فائدة، مين بنكر الفائدة؟ لا أحد. فهي مثل ذلك يسمونها بغير اسمها، لأنه لما بسميها ربا والربا لها مفهوم السيء في أذهان المسلمين، قد تتقزز نفوسهم من هذه التسمية، ربما تنفر من تعاطي هذا الأمر المحرم، لكن بردغة شوية ولو لفظا واسما وقول عنها فائدة تهضم النفس في نذات. وهذا في الواقع من أدب الإسلام الرفيع الذي غفل عنه جماهير
في الدعاة الإسلاميين فضلا عن غيرهم. أعني بذلك أن الكثير من المسلمين يعرفون أن الإسلام يعنى بإصلاح القلوب، لكن الإسلام أيضا يعنى بشيء آخر يغفل عن هذا الشيء الآخر أكثر المسلمين اليوم، يعنى بإصلاح الألفاظ وإصلاح المظاهر، وليس فقط كما يقول كثير من الغافلين يا أخي العبرة بما في القلب، حتى الذي لا يصلي ليه يا أخي ما تصلي؟ بيقول لك العبرة بما في القلب، أنا بتعامل مع الناس لا بوشهم لا بخونهم ولا ولا، وشوف فلان بيصلي وبيصوم وبحج وماذا يفعل. فالإسلام جاء أيضا لإصلاح المظاهر والألفاظ، وهذه النقطة التي غفل عنها كثير كما قلت من الدعاة آنفا فضلا عن عامة المسلمين. مثلا، وهذا من روائع الأحاديث النبوية، لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست. لو فتحت على مادة لقست في كتب اللغة كلها لوجدت لقست تساوي خبثت، لكن الرسول عليه السلام يقول لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، لكن ماذا يقول؟ لقست. إيش الفرق؟ الفرق في اللفظ بس، تلك خبيثة معروفة خبثها، أما هذه لقست فلطيفة. فكأن الرسول عليه السلام يريد أن يقول للمسلم إذا أردت أن تتحدث عن نفسك التي شعرت بخبث فيها فلا تعبر عن شعورك هذا بلفظة الخبث، وإنما عبر بلفظة ترادف معنى الخبث ولكنها ألطف من لفظ الخبث، فقل لقست نفسي، يعني نفسي ما هي طيبة ما هي رضية إلى آخره. وهذا يصل معنا إلى قضايا أهم بكثير مما يتعلق بالشخص المسلم حينما يريد أن يتحدث عن نفسه، فما يقول خبثت نفسي لكن لقست، ينتقل الموضوع إلى الذات الإلهية، وهذا الموضوع طبعا له مراتب ودرجات. لابد أنكم جميعا تسمعون عن طائفة تعرف بالصوفية، وعن علم أو سلوك يعرف بالتصوف، وهذا التصوف طبعا أهله المنتمون إليه أيضا هم درجات، فمنهم من اشتط وخرج عن الإسلام باسم التصوف الإسلامي، خرج عن الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. لماذا؟ لأنهم تأولوا وفسروا آيات من القرآن الكريم بالتفاسير هي والفلسفة الإلحادية شيء واحد. أولئك الذين يعرفون عند علماء المسلمين بأهل وحدة الوجود هم الذين يقولون كما يقول الدهريون، ولكن بألفاظ غير ألفاظ الدهريين. يقولون أنه ليس هناك إلا واحد، فالكون الذي نراه هو الله اللي يسموه المسلمين الله، لذلك يسموهم أهل الوحدة. فالمسلمين يقولوا لا إله إلا الله، ففي نفي وفي إثبات، في نفي لكل مؤله بغير حق، ثم الإثبات لله الحق سبحانه وتعالى. أما أولئك الصوفيون فيقولون لا هو إلا هو،
ثم اختصروها وجعلوها وردا لهم. هو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. نحن على ما اتفقنا عزيز بدون قيام. فهذا انحراف خطير كما ترون، يعني إنكار لوجود الله الحق، وبالتالي إنكار للشرائع، لا إسلام لا يهودية ولا نصرانية، لأنه ما في عبد رب، رب يكلف وعبد إيش يكلف. ولذلك قال قائلهم: الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف؟ إن قلت عبد فذاك نفي، أو قلت رب أن يكلف، فلا هو إلا هو، وبالأخير هو. في كلمات تخرج، قلت أنا هذه مراتب، في كلمات تخرج من المسلمين الذين يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وليسوا من أولئك الدهريين، لكن يتلفظون أحيانا بكلمات تؤدي بهم إلى تلك العقيدة الباطلة، وهذا أمر خطير جدا لا يكاد ينجو منه إلا الأقلون. الآن نحن في مجلسنا المعتاد، يقول قائلهم بمناسبة وبغير مناسبة: الله في كل الوجود، الله في كل وجود تساوي لا هو إلا هو. الله موجود في كل الوجود، ما بتسمعوا كثير؟ الله موجود في كل وجود تساوي، عند إمعان النظر في دلالتها ومضمونها، قول الصوفيين الصريحين ولاتهم طبعا: لا هو إلا هو. ليه؟ لأننا إن تأملنا في شهادة الحق التي هي عليكم السلام ورحمة وبركاته، أهلا مرحبا الله يحفظك، أهلا مرحبا. حينما يقول المؤمن حقا لا إله إلا الله، فهو يثبت وجودين: لا إله إلا الله، ينفي الآلهة الباطلة هي معدومة ولا موجودة، التي عبدت من دون الله طبعا موجودة في القرآن عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذون آلهة عبدت من دون الله. ولذلك لما بعث الله عز وجل نوحا عليه السلام إلى قومه، كان أن أمرهم بأن يعبدوا الله وحده. فإذا لا إله نفي للآلهة الباطلة وهي موجودة، إلا الله إثبات للوجود الحق وهو الله تبارك وتعالى. إذن هناك وجودان لا يمكن للمسلم الفاهم بإسلامه أولا، ثم المؤمن بأنه مخلوق لله ثانيا، لا يمكن إلا أن يثبت وجودين. يعبر علماء التوحيد بالوجود الأول ووجود الخالق سبحانه وتعالى، فهو موجود بذاته أي أزلي لا أول له، فوجوده واجب الوجود كما يعبرون عنه. أما الوجود الآخر فهو ممكن الوجود، وهو الإنسان والمخلوقات كلها حيث كانت
ثم قال الله عز وجل لها كوني فكانت، فهي سبقت بالعدم بخلاف وجود الله عز وجل، فهو الأول لا بداية له كما هو معلوم جميعا. حينما يقول المسلم الغافل الله موجود في كل الوجود، فإما أن يعني هاتين الحقيقتين وهما متنافيتان تماما، الوجود الحق وهو الله والوجود الممكن وهو الخلق، إما أن يعني هذا المعنى، حينئذ وقع في عقيدة أخرى غير وحدة الوجود وهي الحلول. تعرفوا مثلا بعض الطوائف الإسلامية يعتقدوا بأن الله بحل في بعض الأشخاص المعظمين بزعمهم، مثلا عندنا في سوريا العلويين والإسماعيليين. إسماعيليين يمكن تقرأ عنهم الشيء الكثير، اللي كان الآغة تبعهم كان كل سنة يوزن بوزن ذهب في أمريكا، فبيعتقدوا أن هذا الإله يتقمصه يحل فيه، هذا اسم الحلول. هذا أخص من وحدة الوجود التي تكلمنا عليها آنفا. وحدة الوجود شيء لا انفصال بعضه عن بعض، أما الحلول فالله منفصل وبائن عن خلقه كما يقول العلماء، لكن يحل ويتقمص بعض البشر زعموا طبعا. فإذا كان هذا الذي يقول الله موجود في كل وجود يعني وجودين، فمعنى ذلك أن أحدهما حل في الآخر، فبدل ما يحل في شخص حل في الكون كله، وهذا طبعا كفر لا يشك في ذلك مسلم إطلاقا. وإن كان يعني المعنى الأول الله موجود في كل وجود، أي لا خالق ولا مخلوق هناك إنما هو شيء واحد، فهذا أكبر وأكفر. ترى هالمسلمين اللي بيصوموا معنا وبيصلوا معنا وبنقتدي وراءه إلى آخره، لما يقول قائلهم الله موجود في كل وجود، ترى يعني أحد المعنيين؟ هل يعني الوحدة المطلقة عند الصوفية أي لا خالق ولا مخلوق، أو يعني الحلول أن الله خلق الكون ثم حل فيه؟ ما أعتقد أن مسلم يعتقد هذه العقيدة أو تلك. إذن لماذا يقولون هذه الكلمة؟ لماذا لا يتأدبون بأدب الرسول عليه السلام الذي يقول لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست؟ معنى خبثت هي لقست، ولقست هي خبثت، لكن الرسول أراد منا أن نتحدث عن أنفسنا بألفاظ لطيفة، وإن كان المعنى هو نفسه. فما بالنا نحن حينما نتحدث عن ربنا تبارك وتعالى في هذه الحالة؟ لا يجوز أن نتكلم بكلمة توهم الكفر وتوهم الضلال. كثيرا ما حينما يطرح مثل هذا البحث يكون أكثر الجالسين في الواقع بنتبهوا كأنه كانوا في غفلة، لكن بعضهم بيقول لك نحن ما نقصد أن الله تبارك وتعالى بذاته حال في مخلوقاته كلها، ونحن ما قلنا إنهم يقصدون هذا، لأنه قصدوا هذا هذا بحث ثاني يكون كفر، لكن نحن بحثنا في تهذيب الألفاظ. إذا ماذا تقصدون؟ الله موجود في كل وجود يعني علمه. جميل، الله بعلمه بلا شك محيط، وهو بكل شيء محيط تبارك وتعالى، لكن التعبير إذن خطأ. بدك تقول تتحدث عن علم الله فبتقول أحاط بكل شيء علمه، نص في القرآن الكريم أحاط بكل شيء علمه، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. لا تقول الله اللي هو عبارة عن الذات الإلهية،
المتصفة بكل صفات الكمال والمنزه عن كل صفات النقصان لا تقل الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود، لكن تقول أحاط بكل شيء علما. هذا البحث إذن كان في سبيل إيش؟ إصلاح الألفاظ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. مرحبا سيدي. أهلا مرحبا. تفضل يا أستاذ لون، هو مصطفى بيعود هناك، تفضل هون. فإذا وضح ما قصدت إليه من أن من مقاصد الشارد تهذيب الألفاظ أيضا، فبدل ما نقول الله موجود في كل وجود، الله موجود في كل مكان، ونحن نقصد علمه، نقول أحاط بكل شيء علما، لأن العبارة الأولى الله موجود في كل وجود تتصل بعقيدة غلاة الصوفية الذين يقولون لا هو إلا هو، فليس هناك خالق ومخلوق. وكما قال قائلهم لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار، لأن نار جنة خالق مخلوق كل هذه أشياء يعني لا حقيقة لها. وباختصار قولهم لا هو إلا هو، كل ما يقولون كل ما تراه بعينك فهو الله، كل ما تراه بعينك فهو الله. فإذا لا ينبغي لمسلم أن يتكلم بكلمة يضطر بعدها إلى أن يتأولها، قلها صريحة وليس بعد القرآن أصح منه أحاط بكل شيء علما. أما تتكلم بكلمة تقول بعد ذلك والله أنا أقصد كذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام وهذا من تأديبه إيانا لو أطعناه لنجحنا، لا تكلمن بكلام تعتبر به عند الناس، لا تكلمن أي لا تتكلمن بكلام تعتبر به عند الناس. ورواية أخرى أقصر من هذه إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه. فلا تقل الله موجود في كل مكان والله موجود في كل وجود، حيجيك اعتراضات وانتقادات لا قبل لك بردها، سيقال لك المكان الذي يضطر المسلم أن يدخله مرتين أو ثلاثة ويتمنى أن لا يدخل ذلك المكان، هل ربك هناك أيضا؟ وقيس على ذلك الكهاريج والمجاري يعني ما يقول المسلم بهذا. إذن اسحب كلامك هذا لا تقوله. هنا هو الكلام ذو شجون كما يقال. فماذا نعتقد وماذا نقول بدل قولنا الله في كل مكان؟ أي حينما نتحدث عن الذات الإلهية التي يعبر عنها بلفظة الجلالة الله، اسم الذات هذا معروف لدى المسلمين جميعا، قول بعضهم الله في كل مكان عرفنا أن هذا خطأ، وأن المقصود به العلم فنقول ليكن تعبيرك صحيحا. إذا كنت تقصد العلم الإلهي فتقول أحاط بكل شيء علما. لكن إذا أردنا نتحدث عن الله عز وجل، عن الذات الإلهية، فماذا نقول؟ لقد جاء عن أحد السلف الأئمة وهو بالذات عبد الله ابن المبارك من كبار
شيوخ إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله جاء بعبارة جمعت فأوعت، قال: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته، وهو بائن من خلقه، وهو معهم بعلمه. جاء في الجملة الأخيرة وهو معهم بعلمه، البحث السابق أحاط بكل شيء علما، لكن الآن في مبتدأ الكلام يتحدث عن الذات الإلهية، فيقول: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته. أخذ هذا من آيات كثيرة وكثيرة جدا في القرآن الكريم: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الحديث المشهور: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا الحديث كأنه اقتباس من قوله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الإمام عبد الله بن مبارك شيخ الإمام أحمد يعبر عن هذه الآيات وغيرها مما جمعه حافظ دمشق الحافظ الذهبي في رسالة خاصة وهي مطبوعة سماها العلو للعلي الغفار. جمع في هذه الرسالة الآيات التي تدندن فوق هذه الصفة للذات الإلهية وهي صفة العلو المطلق، الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة وآثار السلف، ومنهم أقوال الأئمة الأربعة، كلهم يدندنون حول ما جمعه عبد الله المبارك في هذه الكلمة: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته، بائن من خلقه، أبطل الحلول هو مستغني وهو الغني عن العالمين، لكن ذلك العلو الذي لا يمكن العقل البشري أن يدركه ويتصوره لا يعني أنه تخفى عليه خافية، قال: لا، وهو معهم بعلمه. فهذه الجملة الموجزة جمع فيها عشرات الآيات والأحاديث وأقوال السلف حتى تكون عقيدة المسلم عقيدة صحيحة بعيدة عن القول بوحدة الوجود، وبعيدة عن القول بالحلول الذي يقول به بعض الفرق الضالة. الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته، بائن من خلقه، وهو معهم بعلمه. إذن جرنا إلى هذا البحث، وربما يكون أطلنا إطالة يمكن حصلنا بعض الإملال، لكن العلم هي طبيعته تحتاج إلى شيء من الصبر حتى يتلقى الإنسان المسلم العلم. جرنا إلى ذلك أنه لا يجوز تسمية الربا بالفائدة، إنما نسميها كما سماها الله عز وجل حتى تظل هذه الكلمة تعمل عملها في قلوب المؤمنين، بخلاف كلمة الفائدة، فالفائدة هذه مباحة يعني، ولذلك صارت الفائدة اليوم لا يكاد يحس بتحريمها أكثر المتعاملين بالربا إلا من عصم الله وقليل ما هم. يا الله تفضل. وكان عصفه على الماء إلى ممكن تصل إليها.
المسألة ما تحتاج إلى تفسير بأكثر مما هو واضح، لأن هذه من الأمور الغيبية التي لا يجوز عند المسلمين التوسع فيها وإدخال العقل العاجز عن إدراك المغيبات وتصويرها في حدود المشاهدات. فكون ربنا يقول كان عرشه على الماء هو خلق من خلق الله عز وجل، كان العرش ولا يزال على الماء، لكن هذا بلا شك لا يعني أن الماء قديم أزلي لا أول له، وأن العرش أيضا قديم أزلي لا أول له، لأن كل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق مسبوق بالعدم. فربنا عز وجل حينما يتحدث في القرآن الكريم عن هذه الحقيقة الخلقية الغيبية عن الناس، يخبرنا بأن العرش ليس على السماء أجرام، وإنما على الماء، وليس إلا هذا في الآية. وكثير من الناس اليوم بيتأولوا النصوص القرآنية ببعض الاكتشافات العلمية، وهذا عبارة عن تضمن إن لم نقل إنه تخرص، لأننا لو سألنا العلم اليوم الذي يعرف بالعلم التجربي والعلم الفلكي، ما هي السماوات السبع المنصوص عليها في القرآن الكريم؟ طبعا سيقف أمامها حائرا، حتى الملاحدة منهم نحن ما نتحدث عما وراء الطبيعة، نحن نتحدث عما أحاط به علمنا، فنحن لا نعلم إلا هذا الفراغ اللي بعد 200-300 كيلومتر كما يقولون، هذه ممتلئة بالهواء، ثم بعد ذلك فراغ مطلق في هذه الأجرام وهذه الكواكب التي تعد بالملايين ملايين، فهم لا يتحدثون إلا عما شاهدوا، ولذلك فهم لا يستطيعون أن يتحدثوا عن السماوات السبع بشيء، بالتالي لا يستطيعون أن يتحدثوا عن الماء الذي فوقه عرش الرحمن تبارك وتعالى. هذا ما يمكن الإجابة عن هذا السؤال. عفوا. نعم. الجهمية حديث أي حدث عن الربط بين الجهمية وأنه لا في الحديث طبعا تتبنى بعض أفكار الجهمية القديمة، لكنها لا تنتمي إليها اسما ولا مذهبا، وإنما تلتقي في بعض ما كانت الجهمية تذهب إليه فكرا وعقيدة. ولاة الجهمية الحقيقة يلتقون مع القائلين بوحدة الوجود، لأنهم لا يصفون الله عز وجل بالصفات التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، ينفون عنه الصفات، وإذا نفوا عنه الصفات عطلوه، يعني حكموا عليه بعدم الوجود كما يقول الدهريون تماما، هذول ولاة الجهمية. دونهم طبقة من الجهمية ينكرون ما سبق ذكره آنفا من أن الله عز وجل فوق مخلوقاته كلها، ويصرحون بما يصرح به عامة المسلمين، مع أنهم لا يقصدون ذلك المعنى الذي يقصده أولئك الجهمية، يصرحون بأن الله عز وجل في كل مكان. فكثير من الناس اليوم حتى الكتاب ونحو ذلك ممن لم يدرسوا العقيدة الإسلامية الصحيحة يقولون بهذه الكلمة، وينفون أيضا عن الله عز وجل صفات أخرى كثيرة، منها مثلا
يقولون على الرغم من تصريح القرآن بقوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، يقولون بأن الله لا يتكلم. هذا من عقيدة الجهمية، ووافقهم على ذلك المعتزلة كلهم. فالمعتزلة يصرحون بأنه ليس من صفات الله الكلام، وهذا سبب هذا الإنكار حديثا وقديما، هو تسليط العقول كما أشرت آنفا إلى أمور غيبية. وغيب الغيوب هو الله تبارك وتعالى، فلا يجوز نحن أن نكيف صفات الله عز وجل بالكيفية التي نحن نعرفها، يعرف بعضنا من بعض. مثلا الكلام، نحن كلام نعرفه لابد من جهاز معروف، هو الفهم، هو اللسان، هو الحلق، هو الأسنان، أضراس. إذا نقص شيء من هذه الآلات التي خلقها الله في الإنسان صار الكلام شوي غير طبيعي. فلما هم بيتصوروا أن الله كلم موسى تكليما، بينتقل تصورهم للمخلوق إلى الخالق، وبيستلزم من ذلك أن الله بيتكلم بلهات، بلسان، بأضراس، وهذا طبعا تشويه، والتشويه باطل. فما لزم منه باطل فهو باطل. مقدمات يقيمونها هي في الأصل على شرف رجل في نهار خيال، ثم يبنون عليها على علية وخصورة، وهذا الذي يبنون عليه تعطيل النصوص القرآنية والأحاديث النبوية. ربنا عز وجل بحكمته البالغة خلق لهذا البشر في هذا العصر آلة صماء بكماء، وهو المسجلة من قبل صندوق السمع الميكروفون، يتكلم بكلام عربي مبين، وليس هناك شيء من هذه الآلات التي يتكلم بها الإنسان. فالله عز وجل الذي خلق هذا الجهاز الجامد ليس بإنسان، والإنسان كما نعلم جميعا مفضل على المخلوقات كلها، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الجهاز الأصم الأبكم يتكلم بدون ما يكون له تلك الآلات. توا ربنا عز وجل القادر على كل شيء ما بيستطيع يتكلم مع أنبياء ورسله، بدون ما نتصور نحن التصور المعتزلي أن الإنسان بيتكلم بوسائل، فإذا ربنا لازم كله كذا وكذا، حاشا. ولذلك يقول عز وجل في القرآن الكريم جمعا بين ما يقول العلماء الإثبات لصفات الله وتنزيها لهذه الصفات أن تشابه صفات المخلوقات، فيقول سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من العجيب أنك ترى هؤلاء المعتزلة وبعض المتشبهين بهم قديما وحديثا بيقولوا الله سميع وبصير. طيب كما أثبتتم صفة السمع والبصر وما قلت لازم كل حدقة ولازم كل أجفان ولازم يكون ما أدري عين الإنسان، ما قلتم شيء من ذلك، أطلقتم. قال تعالى وهو السميع البصير، كذلك أقول عن كلام الله عز وجل ليس كمثله شيء، تنتهي القضية. مع ذلك بعض من طرد الفرار من التشبيه بالتعطيل جاء إلى هذه الآية نفسها
وهو السميع البصير، فنفى أن يكون له سمع ونفى أن يكون له بصر، بحجة أن الإنسان له بصر والإنسان له سمع، وهذا تشبيه. سبحان الله. أجابهم أهل الإثبات من أهل السنة والجماعة: إذا أنتم طردتم أن تنفوا عن الله كل الصفات التي أثبتها لنفسه لمجرد الاشتراك في الاسم وليس في الحقيقة، إذا قولوا كما قال غلاة الصوفية: لا وجودان إنما هو وجود واحد. ليه؟ لأنه الآن نسأل بعضنا البعض: نحن موجودين ولا معدومين؟ طبعا موجودين. الله موجود ولا معدوم؟ الله موجود، هو الوجود وجود الحق كما قلنا من قبل. فإذا صار في اشتراك وجود الله ووجود الإنسان، فانكروا إذا وجود الله وارتاحوا بها من المشاكل كلها. لا وجود غير وجودنا، كلمة حق اثبتوا عليها، وجود غير وجودنا، صفاته غير صفاتنا، انتهت المشكلة. فمنقول كلامه ليس ككلامنا، بصره ليس كبصرنا، سمعه، كل ما أثبت الله عز وجل له من صفات هي لا تشبه صفات المخلوقات، كما في الآية السابقة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن جهمية العصر الحاضر هم الذين يلتقون مع الجهمية الأولين في إنكار بعض صفات الله. أولئك نفوا صفات الله كلها، هؤلاء يشتركون مع الجهمية القديمة في إنكار بعض الصفات باسم التنزيه. لكن حقيقة التنزيه أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه دون تكييف ودون تشبيه. وبهذه المناسبة يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله كلمة حق، وهي: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا، ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. كلا، ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. فنفي الصفات خوفا من التشويه والتعطيل، هذا مذهب المعتزلة الذين هم فرع من الجهمية، ومذهب بعض المعاصرين اليوم ممن يلتقون مع أولئك في بعض ما أنكروا من الصفات. ويحضرني أيضا في هذه المناسبة قصة وقعت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في زمانه، والحقيقة أنه كان عالما فذا في إحاطته بعلم الكتاب والسنة، زايد معرفته بعقائد الفرق المخالفة بما فيه من فلاسفة الذين ينكرون الشرائع. فكان من مزاياه الشجاعة التي قلما توجد مع الأسف في أهل العلم. فشكوه إلى الوالي في دمشق يومئذ بأن هذا يعتقد كذا وكذا، يرمونه بالتشبيه. فعقد له مع الشيوخ مجلس مناظرة، فسمع الأمير من كل من الشيخ والجماعة. الجماعة ينكرون بعض الصفات، منها أن يكون الله عز وجل فوق مخلوقاته. وسمع من الشيخ آيات كثيرة ذكرنا نحن آنفا بعضها، ومما ذكر حديث يعرف عند علماء الحديث بحديث الجارية، وهذا الحديث رواه الإمام مالك من أئمة الأربعة كما تعلمون في موطئه، والإمام أحمد في مسنده،
والإمام مسلم في صحيحه بالسند الصحيح عن رجل. فيقول معاوية هذا يحدث عما وقع له في أول إسلامه، قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فعطس رجل بجانبي، فقلت له: يرحمك الله، هو يصلي. قال: فنظروا إلي هكذا، فقال أو هو قال، فقلت: وثكلى أمي، هو يصلي الرجال، وثكلى أمي ما لكم تنظرون إلي. هو حديث عادي بالإسلام، مش متعلم أحكام الصلاة كما ينبغي، فمش داري هو أن الكلام في الصلاة يفسدها ويبطلها. ولذلك صاح بعادة الأعراب ورفع عقيرته: وثكل أمي ما لكم تنظرون إلي، شو عامل أنا معكم؟ الجماعة يضربون على أفخاذهم تسخيتا له. بلا شك الرجل صلى وما درى كيف صلى، بده يعرف شو ذنبه، لكن بلا شك بصورة عامة بيفهم أن الجماعة ما عملوا المعاملة إلا أنه مخطئ. ولذلك هو بقى بتصور الآن أنه هذا النبي الذي صلى خلفه ترى ماذا سيفعل به، وإذا به يفاجأ كما هو الأمر الطبيعي من الرسول عليه السلام. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي، فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: إنما هذه الصلاة لا يصدع فيها من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وذكر وتلاوة القرآن. هذا كل شيء فعله معه. ولا شك أنه الواحد منا لما يبدو أنه أخطأ خطأ مع رجل كبير بتصور أنه هذا كبير بده ينهره بده يقهره، وإذا به يفاجأ بما هو المفروض واللائق بالرجل، كما قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وإذا به لا يرى منه إلا التعليم وكأنه لم يصنع شيئا، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إلى آخره. فلما رأى هذا اللطف وهو يشعر الآن بأنه بحاجة إلى يتعلم، فأخذ يلقي السؤال على الرسول عليه السلام بعد السؤال، والرسول يجيبه. فقال: يا رسول الله، إن منا أقواما يأتون الكهان النجمين العرافين اللي يسمون البصارة. قال: فلا تأتوهم، بكلام موجد شرح معروف للعلماء. قال: يا رسول الله، إن منا أقواما يخطون، خط يعني ضرب الرمل، إن منا أقواما يخطون. فقال عليه السلام: قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك. هذا يسميه العلماء بالتعليق بالمحال. يقول الرسول عليه السلام لهذا السائل: وعليكم السلام وبركاته، تفضل. مقصود بالخط سيدي كيف؟ الرمل يا أستاذ، بيكتبوا على الرمل. بعض النجمين بيستعملوا الرمل كوسيطة في زعمهم لاكتشاف المغيبات. ما في عندكم هيك شيء صاير؟ بصارة براد. أيوة أيوة هيك بصارة. كان بصارة الطريقة هاي؟ ما هو جيد في الكلام.
قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه وخطه في ذاك. قلت آخر ما قلت أن هذا يسميه العلماء بالتعليق بالمحال، أي هن البيان، أي إن الله عز وجل كان قد جعل لنبي من الأنبياء السابقين الضرب على الرمل وسيلة من الوسائل الخاصة به لاكتشاف بعض المغيبات. لذلك قال عليه السلام لهذا السائل لما قال له إن فينا أقواما يخطون، كان جوابه قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه منكم خط ذاك فذاك، أي المصيب. لكن هذا شو تعليق المحال، هذا مستحيل، لأنه تلك كانت معجزة لذلك النبي. قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك. قال يا رسول الله إن منا أقواما يتطيرون، قال فلا يصدنكم. التطير التشاؤم معروف هذا، والتشاؤم اليوم بالرغم أنه الإسلام أبطل وقال لا طيرة، فتجد كثير من المسلمين بسبب إغراقهم في جهلهم يتطيروا، خاصة النساء منهم. يعني أنه مثلا الغسيل يوم كذا ما بيجود، إدخال الصابون ما بيجود يوم كذا، ما أدري، خرافات كثيرة وكثيرة جدا. هذا كله تطير لا يجوز في الإسلام، لا طيرة في الإسلام. قال إن منا أقواما يتطيرون، قال فلا يصدنكم، جواب في منتهى الحكمة واللطف وعدم التحجير والتضييق على الناس، لأنه لا يقول لا تطيروا، في فرق كبير جدا بين ما قاله عليه السلام لا يصدنكم وبينما لو كان القول لا تطيروا. لو قال لا تطيروا تكليف ما لا يطاق، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن كلفه بما يطيقون. أصل كلمة التطير مشتقة من الطير، وكانوا في الجاهلية من خرافاتهم وثقافاتهم، كان أحدهم إذا عزم على سفر وخرج من داره لابد ما يصدفه طير. هذا الطير الحيوان إذا طار يمينا فالسفر ميمون، في زعم هذا الإنسان، يا ترى أيما أحوان، هذا الإنسان ولا ذاك الحوين؟ إذا طار هذا الطير وهو الطير نفسه لو سئل لماذا طرت يمينا ما يدري، إذا طار يمينا فسفر ميمون، وإذا طار شمالا فسفر مشؤوم. هذه عادة الجاهلية، طار شمال وين نبوته، كل التخطيط اللي وضعه في هذا السفر يبطر بمجرد طيران الطير شمالا ويسارا. فالرسول عليه السلام أبطل هذه الطيرة، لكن ما أبطلها كشيء يصدر من الإنسان فجأة دون تفكير دون تخطيط عليكم السلام ورحمة الله، لكن أبطل التجاوب مع الطيرة، أبطل التجاوب مع الطيرة، فقال لا يصدنكم. مثلا إنسان أيضا عزم على سفر، خرج من بيته أخذ الشنطة معه لآخره، وإذا واحد يتخانى مع الثاني ويتخاصم معه يقول له الله لا يوفقك، تيجي طق في أذنه متشائم منها بيرجع، لكن إذا كان مسلم متأدب بأدب الرسول ما بيرجع، كلمة إجت على الطائر مثل ذاك الطير، شو له تأثير؟ ما له تأثير. لذلك قال عليه السلام لا يصدنكم، فأنت سمعت كلمة منها تشاءم لا تتجاوب معها، قولك تشاءم يا أول وهلي ما عليك مؤاخذة، لكن إذا تجاوبت معها فهنا تأتي المؤاخذة. قال إن منا أقواما يتطيرون، قال فلا يصدنكم. الآن يأتي الشاهد، قال يا رسول الله عندي جارية
ترعى غنما لي في أحد، فسطى الذئب يوما على غنمي، افترس الذئب ما شاء الله من غنم هذا الرجل. قال وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فصككتها صكة، وين كنت غافلي نايمي إلى آخره، حتى سطى الذئب على غنمي. طبعا هو صك هذه الصكة ثم نذب. لذلك يقول في تمام سؤاله وعلي عتق رقبة، كأنه يقول أعتقها يجوز لي كفارة. قال ائت بها. فلما جاءت قال لها عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. يقول أهل العلم عرفت ربها في السماء كما قال عمنت من في السماء إلى آخر آية ذكرناها آنبا، وعرفت أن محمدا عبده ورسوله في الأرض، فشهد لها بالإيمان وقال لسيدها اعتقها فاعتقك إياها وفاء لنذرك أن تعتق رقبها. الشاهد كنا في قصة ابن تيمية مع مجلس الاختبار والمناقشة والمناظرة، فذكر ابن تيمية من هذه الأحاديث ما شاء الله، من الحديث اللي والحمد لله لا يزال يعني شائعا على ألسنة الناس، الراحمون يرحموا الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كسم الكلام ابن تيمية، قال الله قال رسول الله، مثل ما قال ابن القيم في الشعر السابق، العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. سمع ابن تيمية يثبت وجود الله وأنه فوق المخلوقات كلها، أما المشايخ فإذا قيل لهم أين الله قالوا لا ندري لا ندري. فماذا كان جواب الأمير العاقل؟ قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. فعلا ربنا اللي خلق الكون، وكان الله كما جاء في حديث عمران بن حصين في صحيح البخاري، كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه، ثم خلق هذا الكون لما فيه من سماوات من أراضين من جبال من وديان من ملائكة من جن من إنس من دواب، كيف لا يدرون أين الله؟ والآيات والأحاديث متواترة متضافرة كلها على أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها. ولذلك كان من أوراد المسلم إذا وضع جبهته ساجدا لربه أن يعظمه ويقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. من السنة إذا الإنسان سمع هذه الآية تتلى أن يقول سبحان ربي الأعلى، لأن الله أمر في الآية أن يقول أحدنا سبحان ربي الأعلى. فلما سمع المناظرة ذلك الأمير العاقل والنقاش بين الشيخ من جهة والمشايخ من جهة أخرى، قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. فعلا هذه حقيقة نسمعها اليوم، نلمسها لمس اليد، إما أن يقول لا ندري، ويتبع هذا النفي إنكار السؤال الصادر من الرسول. الرسول قال الجارية أين الله؟ فالآن نسمع إنكارا للسؤال الصادر من الرسول، فضلا أن يقبل الجواب الصادر
من الجارية والذي عليه شهد الرسول عليه السلام لها من إيمان، وبناء على ذلك أمر صاحبها بأن يعتقها. الناس اليوم إما أن يقولوا حقيقة أن الله في كل مكان وهؤلاء هم الجهمية وبعض المعتزلة، وإما أن يقولوا جوابا عن سؤال الرسول الجارية أين الله لا ندري. وأنا سمعت أحد الخطباء من درست عليه الفقه وعلم النحو على المنبر وفي مسجد، إذا كان فيكم أحد يعرف دمشق جيدا، اسمه جامع التوبي في العقيبة، سمعته يقول الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. وأنا بقول يا جماعة وأدعوها هتأيدوني جميعا، لو قيل لأفصح العرب لسانا صف لنا المعدوم الذي لا وجود له، لما وسعته لغة العربية الفصيحة كلها أن يصف المعدوم بمثل ما وصف هذا الشيخ، وهذا مش وعد، هذا متلقين من كتب، بمثل ما وصف هذا الشيخ ربه، حيث قال لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، لا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. هذا هو العدم يا جماعة، هذا هو العدم. بعض الفلاسفة يعني بغثا على إبالة كما يقال بيقولوا لا متصلا به ولا منفصلا عنه، لا متصلا به. إذن هذا هو المعدوم، هل وحدة وجود فعلا؟ لكن الغلاة الصوفيين يغنون صريحة، لا هو إلا هو، كل ما تراه بعينك فهو الله. لكن ناس آخرون على طريقة اللف ودوران وبيصلوا وبيصوموا، لكن هذا مما تأثر به من منطق الفلاسفة، وما استطاعوا بسبب جهلهم بكتاب الله وبحديث رسول الله أن يردوا ذلك بمثل ما سمعتم من كلام عبد الله بن مبارك الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته دائم من خلقه وهو معهم بعلمه. فهذه قصة وقعت لابن تيمية رحمه الله مع المشايخ، والحاكم كما تعلمون يعني أغلب الحكام ما في عندهم علم، لكن المفروض فيهم أن يكون في عندهم عقل وعندهم كياسة يميزوا يعني الصواب من الخطأ. فهو بعقله وفطرته السليمة قال عن المشايخ أهل العلم هؤلاء قوم أضاعوا ربهم، فعلا كلام صحيح. التعليق على كلمة التعطيل والنفي، الفارق بين التعطيل والنفي، النفي قد يقترن مع التعطيل بمعنى واحد يعني نفي الصفة، لكن النفي بيكون صريح. التعطيل بيلعب حول الآية وبيتأولها فبيعطل الله عن هذه الصفة، فهو لا ينكرها لكن بطريق التأويل ينكرها. النفي أن ينكر رأسا، مثلا نضرب مثال الآن، هناك حديث في الصحيحين وغيرهما يدخل في هذا الموضوع الذي يجب الإيمان به كما جاء دون تكييف بعقولنا الصغيرة الضيقة هذه وبدون إيش تعطيل إنكار. يعني الحديث لابد كلكم سمعه، ينزل الله في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول ألا هل من سائل فأعطيه، ألا هل من داع فأستجيب له، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا كذا ألا كذا،
حتى يطلع الفجر. الذين يعطلون الصفات الإلهية المنصوص عليها في الكتاب، والكتاب لا يمكن إنكاره، من أشد الفرق ضلالا ما بيقدر ينكره، حينئذ ينكشف أمرهم ويخرجون عن الملة. أما الأحاديث فيتجرؤون أحيانا على إنكارها فينفونها، فهم يقولون ربنا لا ينزل، إذن نفعوا الحديث. فخلاصة الجواب كما قلت في أوله أن النفي يلتقي مع التعطيل، بس أحيانا يلزم معه مع التعطيل إنكار النص من أصله، كهذا الحديث مثلا لا يثبتون صحته عن الرسول عليه السلام، لأنهم لو أثبتوه أثبتوا لله تصرفا هم في عقولهم الضيقة يشبه نزول الملك من عرشه. مش يعني مشكلة مشايخ دائما قياس الخالق على المخلوق، وهذا بلا شك أبطل قياس على وجه الأرض، لا سيما وقد قال تعالى في الآية السابقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن بلاغة القرآن أنه ما قال ليس كمثله شيء فقط، فنزه ثم أثبت، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو سميع لكن ليس كسمعنا، وبصره ليس كبصرنا. كل الصفات منها النزول الإلهي نزوله ليس كنزولنا. هكذا الجواب إن شاء الله. تفضل. هل وجودنا قبل شوي كنت عارف تحكي من وجوده ليس كوجوده؟ طبعا. فلماذا استغربناها عن الله؟ يعني استغربنا من يقول لا استغرابنا الاستغراب ما رفض فيه من جهة وصف لله. أنت لو أخذت العبارة كلها من أولها إلى آخرها أظن أنه راح تجد نفسك لست بحاجة للسؤال. الله الآن من هنا بدء الكلام، الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، هذه الصفات بالنسبة لنا، الجهات بالنسبة لنا ما في إشكال، لكن شوف النهاية، الله لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف لا داخل العالم ولا خارجه. شو بقي بقى؟ هل بقي هناك وجود لا داخل العالم ولا خارج العالم؟ مجموعة استغراب يمكن مقايسة نفسها بنفس الألفاظ الوجودية الأولى تبعت وجود المخلوقات يمكن لا تصح على الله عز وجل، لعله هناك مقاسات أخرى يعني خارج لا يعني العالم في قياسات خارج العقل البشري. لا لا خارج العالم حسب تعبيره مني. يمكن أحكي لك القصة، وقعت معي في منى منذ 10 سنين في موسم الحج. أنا جالس مع بعض الناس بعد صلاة المغرب نتحدث في بحر الشرعية، طبعا لما دخل علينا الشيخ أزهري السلام عليكم. وعليكم السلام. جلس يسمع، جاءت مناسبة هذا الكلام، طبعا دراسته في الأزهر كما حدثتكم عن المشايخ مع ابن تيمية، تمام. قال قلنا أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها تشبيه وتجسيم، هذا كلام الأزهريين تماما وكلام المشايخ من علماء الكلام. فأنا جريت معه في البحث كما يأتي، ولعله هو إزالة الإشكال أو جواب عن السؤال. قلت له أولا الأدلة الشرعية يجب الإيمان بها دون تكييف أي تشبيه ودون تعطيل أي إنكار لمعانيها. ثانيا
خلينا نحن ندرس الموضوع بعقلي وعقلك، نشوف أي القولين أصح. فسألته ما يلي أسئلة متتالية، قلت له الآن فوقنا ماذا؟ قال سماء الدنيا. قلت حسن، وفوق السماء الدنيا؟ قال الثانية، الثالثة، الرابعة، السابعة. لعلي فاتني شيء، سألته قبل، قلت له الكون المخلوق محصور ولا لا نهاية له؟ قال لا، محصور لا مخلوق. قال له حسن، ازرع هذا في بالك. ثم سألته فوق السماء السابعة، فوق السماء السابعة ايش فيه؟ قال العرش. قلت له حسن، فوق العرش ايش فيه؟ لأول مرة اسمع هذا الجواب الغريب. قال ملائكة الكروبيون. قلت له ايش هذو ملائكة الكروبيون؟ انا عارف في بعض احاديث مما لا سنام لا ولا خطام، لكن شيخ يقول فوق العرش ملائكة كروبيون. قلت له من اين هذا؟ في عندك آية؟ قال لا. عندك حديث؟ قال لا. قلت له كان من جاي؟ من ملائكة الكروبيون فوق العرش. قال والله هكذا مشايخنا في الأزهر درسونا. فأنا الحقيقة اعتبرتها فرصة وبقولها الآن من أجل التذكير والتنبيه. مشايخ الأزهر مع الأسف كمنهج دراسي يدرسون طلبة العلم أن العقيدة لا تثبت بالحديث الصحيح، لازم يكون الحديث صحيح متواتر. فإذا كان دون متواتر قوة وصحة لا تثبت به عقيدة. وهذا قطع بلا شك، ولي رسالتان مطبوعتان حول إبطال هذا القول، وأن الحديث الصحيح من حيث وجوب العمل به فهم عقيدة وحكما عملا. فقلت له الشيخ عجيب والله، نحن نعرف أن علماء الأزهر بدرسوا الحديث الصحيح ما بيلتغدوا منه عقيدة، كيف أخذتوا عقيدة كروبيون فوق العرش وما في لا حديث ولا آية؟ مع ذلك قلنا له نحن هلا ما نقف هنا، هب أنه فوق العرش في ملائكة كروبيون، فوق ذلك إيش فيه؟ قال لا شيء. هون الشاهد، قال لا شيء. هذا الجواب علماء السنة بيقولوا هذا هو التعطيل. شايف شلون؟ هذا هو النفي، يعني نفي وجود الله. طيب قلنا له لا شيء، انت بتقول لا شيء، معنى ذلك انه بالكروبين انتهى الخلق، الخلق المحدود انتهى. طيب خارج هذا الخلق الان ما في شيء؟ نحن نعتقد الله هو خالق الأشياء هذه كلها وهو فوقها مستعلن عليها إلى آخره. لعل هذا الجواب يعني بيقرب الموضوع بالنسبة لسؤالك السابق. نعم. إن شاء الله. نعم. أراد أن يقول إنه التعبير
المحسوسات، لكن وراء المحسوس ما نتكلم أبدا، لكن في حدود النص نحن نريد هذه المقدمات إبطال تعطيل هؤلاء. أنه بيقول لك إذا قلت الرحمن العرش استوى حددته، جسمته، جعلته في مكان. لك يا جماعة تقول الله المكان، الآن تذكرت الاستدراك اللي استدركته أن المكان مشتق من إيش؟ من الكون. فالمكان مخلوق، المكان مخلوق، هذا الكون هو مكان. طيب، فلما انتهى هذا المكان، لما انتهى هذا الخلق، ايش وراء نفس الأزهري؟ ايش وراء؟ لا شيء. في مكان؟ لا، لأن المكان من الكون، فما بقى هناك في مكان. فخلصنا من المحسوسات والمعدودات. الآن نحن نتكلم كلنا في حدود ما نعلم من الماديات. فبعد ذلك ارجع معنا انت وغيرك حتى تتضح لكم القضية. ذكرنا حديث عمران بن حسين آنفا، كان الله ولا شيء معه، هذه عقيدة من بها كل مسلم. شو معنى لا شيء معه؟ لا شيء يعني لا خلق. ثم خلق الله الخلق، خلق العرش، خلق إلى آخره. طيب، كان الله ولا شيء معه، هل كان في كون؟ طيب، هذا قولنا. فهو الآن كما يقول بعض الصوفية، لكن يعني معنى آخر غير صحيح، فهو الآن من حيث الحيثية التي نتكلم فيها كما كان، فهو لم يكن في مكان، فهو لا ليس في مكان. لماذا إذن أنتم يا مشلون تتهموا السلف الصالح الذين يثبتون لله كل صفات الكمال، ومنها صفة العلو المطلق، مش العلو المادي، صفة العلو المطلق، لماذا تقولون عنهم إنهم مجسمة، إنهم جعلوا الله في مكان؟ وأنت لما تبحث بحث هذه تصل معنا أنه ليس هناك مكان. إذن كان الله ولا شيء معه، فهو الآن كما عليه كان، لكن هو فعال ما يريد، فعال ما يشاء، يخلق، يحيي ويميت، بيده ميزان القص إلى آخره. فإذا استشكالك أنت كان في هذا الكون المحسوس، لكن لما تصورت أن الكون انتهى رجعنا إلى ما كان رب العالمين على ما هو عليه كان قبل أن خلق الزمان والمكان، صح؟ تبدأ أن سؤالك ماذا وراءه؟ وراء إيه؟ عندما بدل ميكروبيين في مكاريب مثلا، فما دام انتهى الخلق خلاص انتهينا مع بعض. هذا اخي من باب يعني اقناع المناظر لك من نفس كلامه، ان انت بتقول انه اللي بيقولوا الرحمن عشر سواء جعلوه في مكان. طيب هات نشوف المكان من الكون. اي نعم. وكان وهو مسبوق بالعدم. اي نعم. طيب ايش هو؟ سماء اولى ثانية، وصلنا العرش، وصلنا الملائكة تبع الكروبيين. طيب بعد ذلك ايش في؟ لا شيء، اذا لا مكان، اذا لا مكان. فكان الله ولا شيء معه، اي لم يكن في شيء مخلوق، لانه غني عن العالمين. فالله عز وجل هو الان كما عليه كان قبل ان خلق المكان والزمان. هذه العقيدة اللي نسميها نحن العقيدة السلفية هي العقيدة الفطرية التي لا يقبل العقل سواها إطلاقا حينما توضح له على طريقة القرآن الكريم والسنة. وفي الحقيقة أذكر قصة، كنت مسافر من إدلب إلى اللاذقية، عندي كان سيارة صغيرة، لما خرجنا من إدلب وإذا بشخص مبين عليه أجنبي بيعطي الإشارة، شو بيسموها؟ ستوب. ها؟
هذول شحادين يعني على الأصول شحادين ركوب. والله أنا ماشي بالسيارة كان معي بجانبي شخص فلفت نظري كنت قطعته قلت لصاحبي شو رأيك نرجع ناخده نبين عليه أجنبي ونتسلى معه في الطريق. قال ما في مانع رجعنا القخرة وإذا هو الخميس مخبي امرأة فين معه الزائر زوجته وبنته صاروا ثلاثة على كل حال مكان فاضي ركبناهن بدنا ما نبحث معه نقطع الطريق يعني. كما يقال عن نكسي انه قال عدو الاخر انه مشافي يا تقطعني يا بقطعك كيف تقطع يعني بالحديث. وصلنا معه لهالموضوع بالذات لما شرحنا له العقيدة هذه قال هذا هو المعقول ان الله عز وجل فوق المخلوقات مش داخل المخلوقات. هم طبعا كنصارى ما في عندنا العقائد الموجودة عندنا بصريح القرآن والسنة لكن قصدي الفطرة تتقبل هالعقيدة السليمة. لكن لما تجيهم إشكالات والشبهات لأكثر الناس يحاروا أمامها وما يستطيعون لها جوابها. لكن المتمكن في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأس ذلك كله ليس كمثل شيء انتهت المشكلة. نعم سيدي هل ممكن نفهم كلامك عن هل يجوز نظرة الملاحدة مثلا الفلاسفة في الموضوع يعني؟ طبعا الله الله سن هذه السنة. قال قال لهم مثلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لكن طبيعة الحال هل بده يناظرهم بده يكون كما يقولون عندنا في الشام أدحاله. أولا لازم يكون عارفا بكتاب الله عالما بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعلم كيف تؤكل الكتف يعني بيعرف يصول ويجول مع المبطلين دون حتى يظهر حقه على باطله. وإلا إنسان يمكن ما بيعرف من دينه إلا ما وجد عليه أباه وأجداده بده عايز يناقشهم بده يناقشهم يعني بالعقل المجرد ويبع عقل دون عقل بتغلب العقل الأقوى العقل الأضعف. بينما العقول كلها لو اجتمعت ما تستطيع أن تعلو على نص من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجوز ذلك لكن بهذا الشرط يعني مثلا ليس عن طريق العلم مثلا هم يقولون يعني ليس عن طريق العلم يعني ذكرت لك يا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا جواب للشيوعيين والماديين والدهريين جميعا لابد ما يثبت المادة لابد ما يثبتها. طيب هذه المادة شو قوتها شو صفاتها شو إلى المادة سايت هيك والمادة سايت سبحان الله. طيب نحن من سائرهم في التعبير نحن وياكم ننتقي على كلمة سواء أنه في شيء لا أول له صحيح ولا لا؟ في شيء لا أول له عندنا وعندهم لكن نحن نترجح عليهم بالعقل أيضا فضلا عن النص. نحن نقول هذا الشيء قادر مش عاجز نقول هذا عليم ما نقول جاهل نقول حكيم ما نقول أحمق إلى آخره. ولا شك أن العقل يقبل هذه الصفة أن توصف هذه المادة التي تفجر منها هذه المخلوقات التي إلى اليوم يعني يزدادون حيرة في دقة تركيبها وصنعها إلى آخره. كيف يقال هذا من مادة عمياء صماء بكماء إلى آخره.
لذلك الدهريين غلبوا على أمرهم لأنه العقل تحرر. هم يقولون بالمادة أزلية، مين فرق أنتم تنكروا علينا أنه نقول الله أزلي؟ أنتم تقول معنا في هذا، لكن نحن نتميز عليكم أن الله عز وجل له كل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص. أنتم تقولوا المادة ساوت كذا وكذا، فأحيانا توصفوها بصفة جيدة القدرة مثلا، لكن مع ذلك توصفوها إذا ما يكون صفونها المادة هي ترى تنظر تسمع كل هذه الصفات لازمونها. فمو مشكلة مجازنة هؤلاء، لكن إذا أراد الإنسان يتعمق معهم فيه يحتاج إلى أن يعرف نصوص الكتاب والسنة. أي الله في مجال نعم.